الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا معكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم العهد. تكلمنا في الحلقة الماضية عن آية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الحلقة الماضية تكلمنا عن الأمر بالصلاة، الحلقة هذه نتكلم عن من هذه الآية أن الصلاة سبب للرزق في الدنيا. بعد الفاصل نتكلم ونتأمل هذه الآية العظيمة. يقول الرب تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة، هذا الأمر الأول، واصطبر عليها. لاحظ ما قال واصبر عليها، واصطبر يعني جاهد نفسك، واصطبر عليها. لا تأمر وأنت لا تصلي، وهذا أمر معلوم عند جميع الناس. الذي يأمر بشيء ولا ينفذه أمر غير مقبول أبدا، وليس له تأثير أبدا. يعني بعض الآباء يأمر أبنائه بشيء وهو لا ينفذه، تجدهم لا يطبقون هذا الأمر، أو ينهاهم عن شيء وهو يفعله، فتجد هذا النهي ليس له قيمة. واصطبر عليها. ولذلك من حكم استحباب صلاة النوافل في البيوت الاقتداء برب البيت بصلاته. المرأة والأبناء والبنات تتأثر بصلاة هذا الأب في البيت وتتعلم منه عمليا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، لا نكلفك رزقا، الرزق من الله سبحانه وتعالى، فمن أسمائه سبحانه الرزاق، كما قال تعالى في آخر سورة الذريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين. إن الله هو الرزاق. لاحظ من باب الفائدة قال تعالى ذو القوة المتين، أي شديد القوة. وبعض الناس يعني يجعل المتين يصفه السمين فيقول فلان متين، وهذا خطأ. المتين من أسماء الله معناه شديد القوة. إذن هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرزق المصلي من حيث لا يحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يظن يأتيه الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ماذا؟ ما ذكر، من كل شيء. يقول ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، يقول: أتاني هم ولم أستطع التخلص منه، حاول حاول ما استطع، فلاحت لي هذه الآية. عبارة جميلة، ملاحت له هذه الآية، لأنه عند ارتباط في القرآن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: فحققت التقوى فأذهب الله عني هذا الهم. إذن الرزق من أسباب الجالبة له الصلاة. وتأمل زكريا عليه الصلاة والسلام عندما دعا الله بالولد، عمره كبير جدا وامرأته كبيرة وعاقر عقيم، ثم تأتيه البشارة في أي حالة كان. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب. وهو يصلي في المحراب، المحراب ليس معناه مكان الإمام، لا، المحراب مكان الصلاة، ليس هو المقوس الآن. بعض الناس يظن أن هذا ويكتبون هذه الآية عليه، لا، خطأ، المحراب مكان الصلاة. فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى صدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هناك حادثة أخرى أيضا تدل على أن الصلاة جالبة للرزق، بعد الفاصل نتكلم عنها. هذه الحادثة دخول زكريا على مريم عليها السلام. زكريا زوجته أخت مريم،
وكفلها زكريا، كفل مريم عنده يتيمة وكفلها، يعني جعلها تحت كفالتي، وهي امرأة صالحة. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب قلنا مكان الصلاة، وجد عندها رزق. قال بعض المفسرين: إذا دخل عليها في الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء، ولم يكن عندهم ماء وسائل تبريد حتى نقول إن أو وسائل حفظ الأطعمة، لا، وجد عندها رزق. وإذا دخل عليها في الشتاء وجد عندها أكل الصيف، فاكهة الصيف. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كرامة من الله لمريم عليها السلام، أم عيسى عليه الصلاة والسلام، كرامة. متى يأتي الرزق؟ متى أتى الطعام؟ وهي في المحراب تصلي. إذن هذه الأدلة، آية طه التي ذكرناها: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، موقف زكريا عليه الصلاة والسلام، وموقفه مع مريم، كل هذه تدل على أن الصلاة سبب من أسباب الرزق. وتتميما للفائدة، أسباب الرزق في أسباب حسية الكل يعرفها والكل يسعى إليها، التجارة والبيع والشراء إلى آخره، في أسباب معنوية تخفى على كثير من الناس. إذا أردت الرزق لكن النية تكون تبع، عليك بالاستغفار، استغفار يفتح لك أبواب السماء. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار تكثر منه: اللهم اغفر لي، أستغفر الله، أستغفر الله، إلى آخره من عبارات الاستغفار الكثيرة. استغفار يفتح المغاليق، يفتح أبواب السماء، يفتح صدرك ويشرح صدرك. واعلم أن من أهم أسباب انشراح الصدر كثرة الاستغفار، ومن جرب عرف. لا أدعي أني كثير استغفار، لا، لكن من جرب عرف. من أراد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى أو أراد أن يشرح الله صدره عليه بالاستغفار. ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا أغلقت عليه المسألة استغفرت الله أكثر من 1000 مرة أو أقل حتى تفتح. لأن ابن تيمية عالم، يعرف رحمه الله أن الاستغفار يفتح المغاليق. 1000 استغفار كم تتصور وتتوقع يستغرق من الوقت؟ من يحسبها في الساعة 1000 مرة قرابة 1/3 ساعة فقط. 1/3 ساعة تستغفر الله سبحانه وتعالى 1000 مرة. وعليك بسيد الاستغفار، أفضل استغفار وأعظم الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ختاما: عليك بتقوى الله، فإن تقوى الله أيضا سبب عظيم من أسباب الرزق. تقوى الله ما هي؟ تفعل الأوامر تترك النواهي فقط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تكلمنا في هذه الحلقة عن أسباب الرزق، أولها الصلاة، تقوى الله، كثرة الاستغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.